طيب كابتن خالد، انا عارف ان انت عندك بعض الارقام الخاصه عندي بيه. حاجات كتير قوي بصراحه لسه ما خلصتش، لكن في حاجات مهمه يا كابتن اسلام اتفضل. بصراحه عشان ما ننساش حد. اه يعني التنس طاوله ده الدوري ال 34، دوري ال 34 بسم الله ما شاء الله، 14 سنه على التوالي. بسم الله ما بنات شاء الله. بنات التنس طاوله نفس الكلام، دوري مستمر، بطوله عربيه. فيعني بشكرهم، بشكر جهاز التنس طاوله، بقول له فعلا ما شاء الله احسن العمل واللي جاي احسن، وباذن الله ربنا يوفقكم. عندنا طبعا ابطال عالميين لازم نقولهم، يعني تاكيد كلهم ابطال، لكن ما ننساش عمر عصر طبعا بطل من ابطال العالم دلوقتي، والرانك بتاعه دخل جوه العشرة وبيلعب معانا الولد، ومبسوط وسعيد جدا 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 ان هو بيلعب في النادي الاهلي وبيمثل النادي الاهلي. لا ده مشكور جدا عمر جميل. دينا، عمر طبعا، ودينا مشرف، وعندنا هنا جوده، ما شاء الله ما شاء الله، كلهم كابتن سيد لاشين، كلهم اسماء يعني عشان ما ننساش سيد حد، لاشين وكلهم شادي وكل وبيلي. خالد وبيلي، يا جماعه كلهم عندنا ابطال ونجوم للتنس طاوله، بشكرهم فرد فرد، وبشكر المنظومه فرد فرد عشان فعلا ادوا عليهم، وما شاء الله عليهم موسم هايل. العاب القوى 719 ميداليه متنوعه. بسم الله ما بشكر شاء الله. الجهاز وبشكر الناس كلها، وبشكر كابتن ياسر، دكتور ياسر، على تعبه، وياسر داوود على ياسر تعبه دودو. ومجهوده، وكل الساده الاجهزه الفنيه والمعنيه. جمباز دكتور محمد فؤاد ورجالته جمباز في النادي، 112 ميداليه متنوعه ما شاء الله. الكاراتيه، حصول على فرق الرجال مركز اول وسيدات، وحصول على كافه البطولات ومعظم بطولات الكاراتيه. بشكر الدكتور مراد عاصم، بشكر رجالته، وبقول لهم ما شاء الله اللي جاي برضو احسن واحسن، عندنا ابطال عالم كتير في الكاراتيه، فبقول لهم يعني الف شكر ليهم، وربنا يكرمكم في اللي جاي، مستنيين منكم كتير. عندنا شويه ارقام بقى، يعني لازم تعرف ان احنا عدد المراحل السنيه لكل الالعاب 238 مرحله. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، 238 محدش عنده الارقام دي، خلي بالك 238 مرحله، يعني بتصرف على كل ده. النادي الاهلي بيشارك 489 بطوله في السنه. بسم الله ما شاء الله. ده في نشاط يعني اللي هو بره الكوره يعني. طلع الكوره بره. بره الكوره. بص انا السباحه بس عندها ايفنتات 440 ايفنت. بص انا بديك بس ارقام عشان تعرف مدى الناس دي بتتعب ازاي، في جهد مبذول للناس دي كويس. اجمالي ميداليات 2253 ميداليه السنه دي متنوعه، بسم الله ارقام ما شاء كبيره الله. الحمد لله. آه. بيشتغل في الجهاز الاداري في النادي الاهلي 850 واحد في كافه الالعاب، ارقام مهمه جدا. عدد اللاعبين داخلين في 8000 لاعب غير الاكاديميات وغير المدارس، 8000 لاعب بينتموا بيتم تسجيلهم داخل النادي الاهلي، داخل النادي الاهلي في الاتحادات الصرف المختلفه عليهم من قبل النادي الاهلي. يعني ارقام كبيره طبعا، 8000 لاعب، 8000 لاعب تقريبا، غير الاكاديميات، غير الاكاديميات وغير المدارس الالعاب، يعني بيتكلم دول لوحدهم بيعملوا 10000 واحد، غير الثمانيه، غير الثمانيه.